للاشتراك في قناتكم قناة المستفيدون الضغط على زر اشتراك أسفل الفيديو باللون الأحمر، ولا تنسوا الضغط على الجرس كي يصلكم الفيديوهات الجديدة والإشعارات، وأيضا لمشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء شير بهذه الأدوات. السلام عليكم أعزائي وعزيزتي إخوتي، وجميعا أرحب بكم، معكم الحكيم عمر من قناتكم المستفيدون. اليوم إن شاء الله حبيت أحكي لكم عن موضوع رائع جدا، وفي موضوع علاج البشرة وحل مشاكل البشرة الكثيرة والتي يعاني منها الكثير، وهي عن الثقوب الموجودة في الوجه والحفر أيضا والندوب والمسامات. هذه المشكلة بناء على طلب أحد الأصدقاء عبر اليوتيوب، والذي طلب مني حل هذه المشكلة. أنا قمت بوضع هذه الوصفات الرائعة، وجميعها طبعا من الطبيعة، ولا يوجد أي شيء منها من المواد الكيماوية للبشرة، فلذلك هذه الوصفة لا تضر شيئا وإنما تفيد جدا، وهي مجربة عن طريق خبراء في هذا الموضوع. أتناول شرحها إن شاء الله، وأتمنى أن تنال إعجابكم. في البداية أحببت أن أذكر لكم موضوع الثقوب والحفر التي تكون في الوجه والندوب. هي تحتاج إلى رعاية طبية، والبعض منا يذهب إلى الطبيب ليقوم بعمليات الليزر للوجه، وربما أيضا تحتاج إلى تكاليف باهظة الثمن للتخلص من هذه المشاكل في البشرة وعلى الوجه. اليوم أنا أضع لكم وبين أيديكم هذه الوصفة، سهلة جدا وغير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت كما عودتكم. لا تحتاج إلى أي تكاليف سوى يعني بضع الأشياء التي يعني ربما لا تتوفر في بيتكم وتحتاجون إلى شرائها. طبعا هذه الوصفة سنداوم عليها لمدة يعني تقريبا 3 شهور، وستلاحظين النتائج الفعالة. النتائج الفعالة، مكونات هذه الخلطة وهذا المكون هو النعنع وإكليل الجبل والبابونج وخل التفاح. يفضل من جميع هذه المواد اختيار طبعا النخب الأفضل، وأن تكون مادة نظيفة وليست مغشوشة. وأيضا نحتاج إلى الخس. سنتطرق إن شاء الله إلى طريقة التحضير، ولكن أود أن أذكر لكم أن هذه المكونات غنية جدا بالفيتامينات التي تحتاجها البشرة. كل بشرتنا نحتاج إلى المقويات والفيتامينات، والكولاجين الذي يحتوي على جميع هذه المكونات تحتوي على هذه الخاصية. إن شاء الله سننطلق، كونوا معنا في طريقة التحضير. إذا إخوتي، طريقة التحضير، وهي سنضع معلقة كبيرة من البابونج في وعاء للطهي، وسنضع معلقة أو عدة أوراق من النعناع، وسنضع معلقة كبيرة من إكليل الجبل كما تشاهدون، وسنضع كوب كبير من الماء المغلي. هكذا طبعا. الآن هذه المكونات سنقوم بوضعها على الغاز لمدة 5 دقائق، ومن ثم سنعود إليكم بالخطوات الثانية. ولكن أحببت أن أذكر أيضا أن نقوم بوضع بعض قطع الخس. الخس مفيد جدا ومهم ورائع، لكونه يحتوي على زيوت التي تساعد في إعطاء البشرة رونقها كما تشاهدون. سأعود إليكم الآن، سأضع هذا الوعاء على الغاز وأعود إليكم بعد قليل. أخواتي، كما تشاهدون قمت بغلي هذا المكون لمدة 5 دقائق على الغاز، وأصبح بهذا الشكل. الآن سأترك هذا الخليط لمدة ربع ساعة، ثم أقوم بتصفيته
للحصول على سائل أو محلول جاهز للاستخدام. تابعوني. إذن إخوتي حصلنا على ما نريد، ها هو الصحن الذي يحتوي على المحلول بعد أن قمت بتصفيته. هذا المكون الذي يحتوي في الأساس على المشتقات الطبيعية هو من بإذن الله سيعالج لكم بشرتكم، سيعمل على تسكير المسامات الكبيرة وعلاج الثقوب والنتوءات، وأيضا يخفف من مشاكل البشرة ويعطيها لمعانة ويعطيها طبعا. هذه الوصفة باختصار داوموا عليها لمدة 3 شهور حتى تظهر لكم النتائج المرضية. طريقة الاستعمال هذه الطريقة نستعملها كل صباح ومساء بوضع قطنة صغيرة نقوم بغثها ومساج على كافة أنحاء الوجه. نستعملها صباحا ونستعملها مساء. كيف طريقة الاستعمال؟ طريقة الاستعمال أولا نقوم بغسل الوجه عادي كأي إنسان، ومن ثم نقوم بغسله في هذا المحلول ونتركه على الوجه كي يجف. طبعا هذه فوائدها كثيرة وجمة ولا تسبب أي مشاكل للبشرة لأنها تحتوي على مواد طبيعية 100% كما قلت لكم. في نهاية حلقتنا أتمنى أن تنال هذه إعجابكم وأن تشتركوا في قناتنا وأن تشجعونا بوضع لايك أسفل الفيديو والشير لجميع الأصدقاء كي تعم الفائدة. انتظرونا إن شاء الله في وصفات جديدة وشيقة، والسلام عليكم.